سلطان الشامسي، شكرا لك على هذه الجولة المميزة في سوق الجبيل، بالتحديد من قسم الفواكه المجففة والمكسرات بأنواعها المختلفة. من سوقنا مشاهدين ننتقل معكم في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة، وهناك العديد من الأفراد الذين يعانون من ثبات الوزن وعدم القدرة على خسرانه بالرغم من شدة المحاولة باتباع نظام غذائي معين وممارسة التمارين الرياضية، ولكن لأسباب عديدة يصعب عليهم فقدان وخسارة الوزن. للحديث أكثر حول أسباب ثبات الوزن وعدم خسارته ونزوله تنضم إلينا في الاستوديو أستاذة شمس إبراهيم المازمي، وهي أخصائية تغذية علاجية أولى. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذة شمس، حياك الله. سهلا حبيبتي، الله يحفظك. الله يسلمك ويعافيك. مثل ما ذكرت في المقدمة أستاذة، اليوم موضوعنا موضوع مهم، موضوع شيق في الحقيقة. يمكن حابين نحن نسلط الضوء على ثبات الوزن. اليوم كثير من الأشخاص يتبعون حمية غذائية معينة على سبيل المثال، وكذلك يمارسون التمارين الرياضية، ولكن يعانون من عدم القدرة على خسارة الوزن. لماذا؟ هل هناك أسباب معينة؟ نعم، هناك أسباب عديدة. من أهم الأسباب احنا نسميها السعرات الحرارية المخفية. أني أنا أمشي على نظام غذائي وأعتقد أن هذا النظام الغذائي قاعد يساعدني في نزول الوزن، وفي المقابل أنا أخذ سعرات حرارية في أشياء بسيطة غير محسوسة تخلي مجموع السعرات اللي أخذها في اليوم يزيد، فما كأني سويت شيء. يعني مثلا القهوة اللي أشربها الصبح، الكوفي اللي أشربها، نوعية الحليب اللي فيه، الإضافات المحليات اللي موجودة فيه، هذه ترفع السعرات الحرارية. بالإضافة طبق السلطة، إذا أنا باكله في مطعم، عادة أغلب السلطات اللي في المطاعم سعراتها الحرارية جدا عالية، نتيجة الصوصات اللي تضاف لها تكون عالية في الدهون. الصوصات فيها سعرات حرارية عالية كبيرة. نعم صحيح. فبهالطريقة كأني أنا ما سويت نظام غذائي، لأن أنا قللت كمية أكلي الطبيعية، بالإضافة إلى أني ما أعرف أني أنا قاعد أخذ سعرات حرارية في أشياء ثانية. نعم، هذا بالنسبة للأسباب أو أسباب واحد من أسباب ثبات الوزن. ما هي العادات الأخرى أو السلوكيات اللي نحن نتبعها؟ مثل ما ذكرتي، يمكن نحن نعتبر القهوة اللي نحن نشربها كل صباح هي يعني قليلة في السعرات الحرارية، هذا إذا كانت القهوة يعني سادة، كانت خالية من الإضافات مثل الكريمة أو الحليب أو السكريات، كراميل. صحيح؟ نعم. نتكلم عن الأسباب الأخرى والعادات اليومية اللي نحن نتبعها ونجهل أن مثل هذه العادات ممكن أن تؤثر على الوزن وخسارة الوزن. من الأسباب الثانية، لنفترض أن شخص بدأ نظام الغذائي وكان نظام الغذائي صحي وعلى وزن 100 كيلو. نعم. ونزل، لنفترض خلال 6 شهور نزل حدود 30 كيلو، وبعد 3 شهور لاحظ أن وزنه ثابت، فشاك أنه في مشكلة، في خلل عنده. بالعكس، هذا لا يعتبر مشكلة ولا يعتبر خلل، هذا يعتبر أنه تغير عليه الجسم، صار جسمي أقل ب30 كيلو، صار وزني 70. فبالطبيعي أنه لازم أغير النظام الغذائي بسعرات أقل عشان تناسب الوزن الجديد. هذا واحد من الأسباب. ومن الأسباب أيضا نوع التمرين، يا أني أنا أبالغ في النشاط الرياضي أو أنه شبه معدوم، فهذا أيضا من العوامل اللي تؤثر على ثبات الوزن أو نزول الوزن بعد فترة من اتباع النظام الغذائي. بالإضافة للخلل الهرموني اللي ممكن يصير، خمول في الغدة الدرقية، تكيس للمبايض، بعض الأدوية ممكن تساعد أنه يصير احتباس في الجسم، مثل أدوية اللي تكون تحتوي على الكورتيزون، أدوية اللي تتعلق بالهرمونات، مثل بعض أدوية حبوب منع الحمل ممكن تسبب احتباس للسوائل. بالإضافة لقلة شرب الماء، إذا ما شربت ماء صار عندي احتباس. الناس تشوف أن هذا شيء غير منطقي، أنا ما أشرب ماء، كيف الماء يحبس في جسمي؟ صحيح. كيف يحبس؟ لأن الأملاح تزيد في الجسم، فالملح يمتص الماء ويحبسه، ما يساعد أنه يخرج من الجسم. فزيادة السوائل في الجسم نتيجة الاحتباس تعطيني أو توهمني على الميزان أن وزني ما قاعد ينزل. بعد من الأسباب، إذا كان نظام الغذائي جدا صحي وسلوكي كان الرياضي نشاطي البدني جدا ممتاز، يصير عندي هبوط في الوزن، في المقابل يصير عندي بناء في العضل. فيصير ثبات، كم خسرت كيلو من الدهون مقابله زدت كم من كيلو بالضبط مثله في العضل. فبهالطريقه يبين عندي في الميزان ان انا وزني ثابت ما قاعد ينزل. هذه من اهم الاسباب اللي يعاني منها الناس اللي
تتبع نظام غذائي بعد فترة يشوفون ثبوت في الوزن. نعم، ذكرتي جهاز قياس الوزن، أعتقد أن هناك أجهزة عديدة في الحقيقة. نعم. هناك أجهزة عادية توضح وتبين فقط الوزن، وزن الشخص نفسه، وهناك أجهزة أخرى ممكن أن توضح لنا يعني وتعطينا كثير من المعلومات عن كتلة الجسم، عن كمية الدهون، السوائل الموجودة والعضل. نعم. والعضل بعد، صحيح؟ نعم، نتكلم عن هذه النقطة. طرق قياس الوزن عديدة. نعم. من أهم الطرق أني لا إذا تكون عن طريق أخصائي التغذية في عيادة التغذية، لأن هاي الأجهزة تكون اللي في عيادات التغذية المتواجدة حاليا في الدولة جدا على يعني على مستوى دقة عالي، أفضل من التجارية اللي موجودة في السوق. فهاي الأجهزة تعطيني قياس لكمية كتلة الدهون وكتلة العضل، كمية السوائل إذا صار عندي احتباس أو لا. فعن طريق متابعة هاي الأرقام يكون عندي وضوح أكثر إذا أنا ماشي في الطريق الصحيح في نزول الوزن. بالإضافة للشخص اللي حاب أنه ما يعتمد على هاي الأجهزة، قياسات الجسم، قياس محيط الخصر، محيط الأرداف، الذراع، هذه تعطيني، هذه مثل دليل على أن أنا ماشي في النظام الصحي الغذائي بشكل سليم أو لا. نعم. وأنا هذه أفضلها أكثر. نعم. شو بالنسبة لي العوامل التي تؤثر على قياس الوزن، على الوزن نفسه؟ هل هناك مثلا أيام معينة ممكن نحن نقيس، أو مثلا فترات معينة؟ سلوكيات معينة. سلوكيات معينة. نعم. ما هي؟ يعني يفضل أن ما أقيس وزني يوميا، لأن هذا ممكن يسبب لي إحباط. فالمعدل الطبيعي لقياس الوزن من أسبوع، وأنا شخصياً أفضل أن كل شهر نقيس، مش كل أسبوع بعد. مرة كل شهر؟ مرة كل شهر، هذا راجعة في عيادة التغذية، أوقف على الميزان الدقيق، أشوف كتلة العضل، أشوف كتلة الدهون. لكن بشكل دوري في البيت ممكن أوقف على الميزان مرة في الأسبوع، لنفترض نخليه يوم الجمعة، يكون نفس الظروف في كل مرة أقيس، ونفس الميزان وفي نفس المكان، عشان كل الظروف المحيطة للميزان تكون نفسها ثابتة من المرة اللي فاتت. فهني أقدر أعرف إذا أنا في عندي تقدم في عملية نزول الوزن ولا لا. نعم. أستاذة شمسة، بتكلم عن الحميات الغذائية المتنوعة، هناك كثير ما شاء الله. نعم. من الحميات كل يوم تطلع، منها صحية ومنها غير صحية، ومنها حتى ممكن أن تؤثر على الجسم وتسبب كثير من الأمراض لا سمح الله، ونشوفها كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. يعني نبى نغير هذه الأفكار، نبى ننشر الوعي بأهمية اليوم الاعتماد على المصادر الموثوقة، وأهمية استشارة الطبيب في مسألة أن أنا أبى أخسر من وزني، شو الأنظمة الغذائية المناسبة لاحتياجات جسمي من العناصر الغذائية. صحيح. نعم. في كثير كذلك من الأشخاص أستاذ شمسة يعتمدون على الحمية الغذائية اللي بدورها تعتمد على شرب وتناول العصائر فقط. نعم. ما مدى خطورة تناول وشرب العصائر، خاصة الطازجة فيها كميات كبيرة من السكر؟ مشكلة أن الناس تستعجل النتائج، فتلجأ لأنظمة غذائية صارمة أو معتمدة على عنصر معين. نعم. أو مثل ما قلنا خضار وفواكه أو عصائرها فقط، هذا يعطيني نتائج سريعة في البداية، وأغلب الوزن اللي أخسره يكون سوائل فقط. نعم. فأنا ما قاعد أخسر دهون، أخسر سوائل، ونتيجة الحرمان وإني امتناعي عن المغذيات اللي موجودة في كل الغذاء الباجي اللي أنا استثنيته من النظام الغذائي، يصير عندي هدم في العضل. فإذا صار عندي هدم في العضل، صار عندي معدل الحرق أبطأ وأبطأ وأبطأ. مجرد أني أنا أسأم من هذا النظام الغذائي وأرجع لسلوكي الطبيعي، يرجع الوزن يزيد أدبال. ليش؟ لأن كل ما قل العضل في الجسم صار الحرق أبطأ، زاد التخزين، فأنا قاعد أضر نفسي على المدى البعيد، ما قاعد أساعد نفسي للأسف. نعم. فالمفروض النظام الغذائي الصحي يكون عن طريق أخصائي تغذية في العيادة، بعد عمل تحاليل الدم الشاملة عن طريق الدكتور، وبعد المتابعة أثناء النزول، خصوصا للناس اللي تنزل 10 كيلو 15-20، محتاجين مراجعة لأخصائي التغذية، يشوفون إذا في خلل، في نقص لا سمح الله في بعض من الفيتامينات، نتلاحق نفسنا ونعالج المشكلة هاي، خصوصا نقص فيتامين دال. فيتامين دال جدا مهم. نعم. لعملية الحرق، يحسن من عملية الأيض في الجسم، فأنا أحتاج أن فيتامين دال يكون في المعدل الطبيعي. نعم. تكلمنا أستاذة شمسة في البداية وسلطت الضوء جزاك الله خير على موضوع مهم ومحور مهم، اللي هو أهمية وعلاقة خلينا نقول شرب الماء وخسارة الوزن أو فقدان الوزن أو حتى ثبات الوزن، يعني
تعتمد على كيف ممكن نحن نتبع نظام غذائي صحي حتى أو حتى يمكن أن نتبع نظام غذائي غير صحي يؤثر علينا بشكل سلبي. هل هناك علاقة اليوم ما بين قلة النوم وثبات الوزن؟ نعم، نتكلم أول شيء عن الماي. في ناس عندها اعتقاد خاطئ، إذا أنا شربت ماي زدت الاحتباس للسوائل في جسمي، خزنت ماي زيادة. هذا العكس تماما، شرب الماء يساعد أن يخلص الجسم من احتباس السوائل. احتباس السوائل يصير لما يكون عندي قلة شرب للماء، فتزيد الأملاح في الجسم والأملاح تمتص الماء وتحبسه داخل الجسم. فمجرد أني أنا أشرب ماء كافي، هذا يساعد أن وزني يستمر في النزول بشكل صحي. وأيضا ينشط عملية الحرق، وأنا أحتاج أن عملية الحرق تتنشط عندي. بالإضافة إلى النوم، القلق، التوتر، هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم. هرمون الكورتيزول اللي في الجسم شو يؤدي ارتفاعه؟ يؤدي إلى أن الجسم يلجأ إلى تخزين كمية أكبر من الدهون، فالأكل اللي أتناوله جزء كبير منه يخزن على شكل دهون. فتوتر الزائد المبالغ فيه هذا بعد يساعد، يعني يضرني إذا أنا أتبع نظام غذائي لنزول الوزن. فمفروض أخذ قسط كافي من النوم، أحاول أني أمارس رياضة المشي، هي ما نعتبرها رياضة، هي سلوك صحي. أني أحاول أمشي، هذا يساعدني في أني أزيد معدل الحرق، في نفس الوقت يقلل عندي هرمون الكورتيزول في الجسم، فيؤدي إلى تقليل عملية تخزين الدهون. نعم أستاذة شمسة، يوم نتكلم عن الحمية الغذائية فدائما نركز ونسلط الضوء على مجموعة من الأغذية في الحقيقة، على سبيل المثال الخضروات والفواكه. ليش؟ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف اللي بدورها تسهل عملية الهضم، بالتالي تأثر على الوزن. هل هناك أغذية معينة تساهم في حرق السعرات الحرارية؟ من الأفضل أن يكون نظام الغذائي متوازن. نعم. يحتوي على كل المغذيات. رب العالمين خلق هذه الأطعمة وهذا التنوع لأن جسمنا يحتاج كل هذا التنوع. لكن في ناس وايد تهمل عنصر أساسي اللي هو البروتين، البروتين الطبيعي اللي هي اللحوم بالإضافة للمكسرات. نعم. للبقوليات، لمنتجات الحليب قليلة الدسم والبيض. هذا البروتين مهم للحفاظ على الكتلة العضلية. إذا النظام الغذائي كان فقير في البروتين، هدمت جزء كبير من العضل، لأن جسمي يصير يلجأ له كاستهلاك للطاقة، خصوصا أن أكلي قليل، صار عندي هدم للعضل، نزل عندي معدل الحرق ومعدل الأيض، دخلت في دوامة أني أنا قللت الحرق. فمجرد أني أتوقف عن هذا النظام الغذائي أو هذا السلوك الصحي، يرجع يزيد الوزن بشكل سريع وأسرع عن قبل بوايد. فضروري جدا أني أكل غذاء متوازن، وخصوصا البروتين الصحي. ذكرتي بعض الأغذية اللي تحتوي بدورها على البروتين. نعم. الحليب، المكسرات، البقوليات، البيض. نعم. هذه الأطعمة دائما تصنف يعني من الأطعمة المسببة للحساسية في الحقيقة عند بعض الأشخاص. كثير من الأشخاص يقول نحن مبتعدين ابتعاد تام عن هذه الأغذية، مع أنها يعني تحتوي بدورها على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، ولكن تسبب الحساسية مثل الأكزيما وغيرها، حساسية الفول أو من البقوليات وغيرها من أنواع الحساسية. ولكن أنا أعتقد أن هناك بدائل صحية أخرى تحتوي كذلك على هذه النسب وهذه العناصر الغذائية المفيدة، صحيح؟ نعم، يعني لو قلنا نفترض أن الشخص عنده حساسية من الحليب، في بدائل النباتية، حليب اللوز، حليب الشوفان، حليب الأرز، حليب الصويا. نعم. يعوضون عن مشكلة الحليب. في حالة إذا أنا عندي نفترض الجي 6 بي دي اللي هو أنيميا الفول. نعم. أتجنب الفول الأخضر أو بعض أنواع البقوليات، وألجأ للمكسرات وألجأ للحوم وأيضا البيض إذا عندي حساسية من البيض. فعندي تنوع، هذا التنوع يعطيني فرصة للخيارات، خصوصا إذا أنا عندي مشكلة من نوع معين أو لا أرغب بتناول هذا النوع، عندي بدائل أخرى. فما أقيد نفسي أو أن أقول خلاص أنا هاي الدائرة المغلقة ما أقدر أطلع منها. صحيح. نعم. وإذا كان الشخص أستاذة يعاني من مشاكل صحية أخرى وفي نفس الوقت عنده هذه الحساسية أو حساسية معينة من الأغذية، فأنا أعتقد أن الطريقة الصحيحة علشان يحافظ على وزنه ويحافظ على صحته لابد أنه من استشارة الطبيب. نعم. صحيح؟ أيوة، استشارة الطبيب ومراجعة عيادة التغذية. لأن إذا كان الشخص عنده حساسية لنفترض أنه 70% من المنتجات الغذائية، وهذا طبعا نادر، هذا يحتاج نجهز له فورمولا خاصة
مغذيات معينة نساعده على أساس ما يصير عنده مشاكل، وهذا طبعا يكون بعد مراجعة الطبيب وأخصائي التغذية. نعم أستاذة شمسة، شكرا لك على تواجدك معنا اليوم، يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك، مشكورة حبيبتي. الله يسلمك.